سعود الدقمكي واحلى ذكريات. سهران؟ اي نعم. ماذا سهران؟ زهران انا امس رحت المستشفى ولقيته جالس يكلم السيستر مرتاح ومستانس لاخر درجه، وقلت انت هنا بطلع الطش. ها؟ ايه؟ يا اللعين، هذه سوالفه ها؟ سيد ما عليك. جو الكوميديا انا هم دائما يعني الجمهور ماخذ فكره عني ان انا كوميدي، لكن انا صحيح اني كوميدي لكن قدمت اعمال تراجيديه كثيره. يعني لما اقول لك اكثر الاعمال اللي قدمتها في الاذاعه والتلفزيون هي اعمال تراجيديه اكثر. يعني انا في بدايه التسعينات بس بديت اقدم بالاعمال الكوميديه. بدينا من بدايه سعيد وسعيده. سعيد وسعيده هذه لها قصه هالمسلسل. انا كنت قايم بدور شخصيه سلوم في الاذاعه، كان هذا المسلسل اذاعي. فبعدين حولوه الى تلفزيون. وكان من المفترض ان الاخ صالح زعل هو اللي يقوم بشخصيه سلوم، لانه بمعنى انه هو اكبر مني سنا وانا اقوم بشخصيه ثانيه اللي يقوم بها الاخ صالح. فاصر الاخ عبد الله حيدر اني انا اقوم بهذه الشخصيه، وعملونا ميك اب مكياج وعملنا اول مشهد. الحمد لله يعني حاولت اني اركب هذه الشخصيه واتعكز وانحني لحد ما جدناها والحمد لله. انت احلو ناسي واسيادي وتاج راسي. واه اجرك يا سلوم، بختك وبختك. اسميك انك بتغاني بهالغوازي هاي؟ بتغاني؟ نعم. سامحيني حبتي، سامحيني ما شفتك، غفلت عن ايش من اسمع. تعالي انضمي مع خواتك. انا جالسه اقول لك يا سلوم ان مصاريف العرس. سمعي يا ام سعيده، سمعيني زين، مصاريف العرس يتكفل فيه المعرس، اما انا شخصيا ما عندي ما اجد شيء. مين انا اجيبش حجلس يوم انا اتكلم؟ بس المسكين سعيد عاد يوم ما يتزوجش بيستوي اسمه تعيس، لانش بتحولي حياته نار في نار. فهد فعل الله ولا فعلك ان شاء الله. قناك تقول عني وعن سعيدان قناك. هذه شهر مبذرة والحومة مبذرة ما جيره. شوف انت عاد جايبة تفاح وجايبة عنب وجايبة موز وجايبة طب حال شخص واحد. الله يخيب ليجي. شلي وخلي الطب بس باعب. لا ما تشلي ما تشلي، خذ قدام شوفي. زين أبوي سعيد ردي وتعالي بسرعة. يلا ردي وبغلها انت يا بحكي بسرعة وبغلها. سعيد ورث موقف ما سعيد ورث ورث يعني غوازي. هاي بشارة زينب ورث من عند من ورث؟ سألك سؤال عم سلوم. سأل سعيد ما عنده أخوال في البلد؟ هنا سعيد عنده أخوال في البلد؟ ايه وأخواله ناس ميسورين أنا عارف عنهم. واحد وافقري وابصريني حشرتني مسعيدة وابو من جابلة غابت القهوة غابت المطبخ ومسعيدة حشرتيني الله يحشرش ومسعيدة. وايش هذه القوايل مسعيدة؟ هذا جاراتنا الله يهديك زايرين. انا عارف ليش ان جاراتش، لكن جاراتش هذا ليش قاعد يسوين؟ وايش هذا اللي ما اكلت منه؟ يا الله يا ابو سعيد هذا جيبي لي الضغط وتقتليني. نعم قايل لي شام سعيد ويسوان مازين يسوان مازين ما حاس بشي. حاس انا شقى عمري؟ هذا شقى عمري. هلكني الله هلكك الله يصابك انت امك. والله ما اذكر بعضها مثل ما اتكلم مع ام سعيده مثلا امنعها عن التليفون سكتها. ايه اقول لها ام سعيده شو التليفون؟ خلي التليفون مكانه ما يهلكش. فبمعنى يعني لكن صدقني الاخ عبد الله يعني هذه الشخصيه الوحيده اللي تعبتني، لاني اجي قبل الممثلين بساعه او ساعه ونص حتى يعملوا لي الميك اب ويعملوا لي مكياج مركب طبعا في بعض التجاعيد والاشياء هذه، وحتى في الاداء وفي الانحناء يعني اخذت مني جهد كبير، لكن اهم شيء نجاح العمل والحمد لله نجحت هذه الشخصيه ونجح العمل كله، وهذا توفيق من الله وجهد من الاخ عبد الله حيدر اللي هو اصر اني انا اقوم بهذه الشخصيه. سابني الان الخطا وهذه رفيقتي العصا، ان العصا لمن عصى يا الصح يا اما هذا العصا. ما احتمي الان الخطا وهذه رفيقتي العصا، ان العصا لمن عصى يا الصح يا اما هذا العصا. ما الباب وابو الخير مالهم مال الغير، مال الباب وابو الخير مالهم.
عايش ومام عايش. في مشهد مشاهد شايب سوم يوسموه طبعا. فالأخت نسرين أو أعتقد واحدة ثانية عملت لي حماية في الرجل على أساس لما وكان هذا اللي إحنا نسميه المجاز حقيقي كان محطوط في النار وكان أحمر يغلي يعني. فأنا عاملية نوع من الإسفنج كوقاية يعني. لكن مع الأسف أنه هذا الوسام اللي هو الأخ خليل السناني الله يذكره بالخير بدل ما يعمل تاتش بس بسيط جدا في الرجل ضغط فضغط داب الشمع وداب رجولي وأنا أتألم. لكن الحمد لله إنه كان مشهد طبيعي جدا ما وقفنا المشهد مشينا وطلع بطبيعته. حمي زين الميسم يا سعيد حمي زين محماه يا عم رجب ما يحتاج هو مرة مستوي تراني أريد لون الميسم يكون حمر حمر كما بسرد الخنيزي. وافقك يا سلوم وافقك مالك ما تبغى أحمر أجب أترسى فقولي أنا وأبويا يا سلوم يا سلوم مالك ذاك إنسان كامل والكامل الله لا تجلس تخاف وتخلي وسواس يلعب في قلبك يا سلوم. شيمة قال لي شيمة قبضنك روحي أنت تنزعبي وأبويا سعيد شيمة فهد مسكة يلا ساعد فهد ساعة سعيد قبض أبوك قبض أبوك بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله. يا الله يا الريح شوارمة مرة شوارمة كأنك شاوي سهوة سمك. الاثنين أقرب لي يعني إذا حطيتني في تراجيدية حصلني إنسان تراجيدي بمعنى الكلمة يعني. وفي الكوميديا نفس الشيء وخاصة أني ساعدني الأخ صالح زعل معي كان كون ثنائي مع بعض في الأعمال اللي شفتوها الماضية. وهذا يعني والشيء الثاني النص يعني النصوص احنا يعني النصوص هي اللي خلتني يعني وقفنا فترة عن الأعمال الكوميدية. لكن الحمد لله الحين الأخ أحمد درويش والأخ أحمد إسكي رجعوا الكوميديا مرة ثانية في تلفزيون سلطة عمان وإن شاء الله في عمل تلفزيوني قادم كوميدي إن شاء الله في رمضان. أبو منازل طالع ما نازل أبو منازل طالع ونازل أبو منازل طالع ونازل. أنا شاركت فيها هي مركبة زمن كانت من تأليف الأستاذ سيد منصور وإخراج الأخ الزميل عبد الله اليعربي. أعتقد أن هذه في سنة 82 أو 81. مركبة الزمن هذه عبارة عن فوازير مركبة تطير وتحط في مكان معين وتلتقي بشخصية معينة شخصية عالمية مثل شكسبير مثل توماس أديسون مثل بعض الشخصيات العمانية. وأنا من حسن حظي أني قمت بعدد كبير من الشخصيات العالمية مثل شكسبير وتوماس أديسون وما أتذكر الشخصيات الثانية اللي قمت بها. تعال هين صاير هين متزقرت كذاك هين صاير صاير اشتغل شغل اليوم شغل صاير تشتغل ولا صاير تلعب ورقة لا 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 ما صاير العب صاير اشتغل موجود على شغل اليوم اعطيني 10 روبيات ولا مو عندك ما اعطيك يلا تو انتهى يوم تسوي هذا الربشة كان مو هذا من كدك ولا من كدك يلا مو تسوي تكمن في يعني لما تمثل فوازير بالعربي الفصحى يطلب منك طبعا تركيز وحفظ فهذا هو اصعب من الفوازير مثل الشايب خلف يعني باللهجه الدارجه اللهجه المحليه.
شعر ديوان العرب يعني بعض الممثلين كانوا يكتبوا لهم الشعر، لأنه المؤلف يجيب الحلقة اليوم مثلا تتصور في نفس اليوم، فالممثل يعني بيحفظ الحوار ولا يحفظ الشعر. فقالوا انه خلاص يعني الشعر يكتب سبورة عشان تتسهل امور للممثل. خمسة كوارتين غاش ميمتو اي قليل اللذب صغيرين ما مربعين نحن بحصاء نحن صغيرة. هذا دواه اللي يطاول على حمود ويخون بيه ويغدره. بدي تطاول علي بدي تطاول علي ها على الأكبر منك أفلع لك راسك. تعال تعال جنب جوار بخير تعال وقف. تعال تعال كمان ظرفه تعال تعال بوسع فيك تعال